انا عيلتي اسمها رزه، فكان دايما وانا صغيره بقى يا رزه بالباميه يا رزه بالملوخيه والكلام ده. بس بالنسبه لي ما كانش بيفرق يعني، لكن طبعا في ناس تانية بتتعرض لمواقف اكبر. فانا ضده. هو اليومين دول الموضوع ده منتشر جامد، متهيألي دي ثقافه حلوه ان احنا ننشرها في وسطينا.